طيب نروح بقى لبطولة 2005 اللي حقق فيها برضو الأهلي وقتها لقب الرابع لدوري أبطال إفريقيا. ده كان على حساب نادي النجم الساحلي التونسي اللي منها انطلق الأهلي بقى في بطولة كأس العالم للأندية. دي كانت أول مرة الفترة دي. خلينا نقول إن ده بيتسمى كان العصر الذهبي حقيقي للأهلي. كان حصل طفرة في أدائه وكمان في النتائج تحت قيادة طبعا مانويل جوزيه. مباراة الذهاب أمام النجم الساحلي كانت 29 أكتوبر في الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية وانتهت بالتعادل السلبي. أدار المباراة تحكيميا وقتها عبد الرحيم العرجون أيضا. ودي كانت بقى تاني مرة بيدير لقاء للأهلي زي ما حصل في إياب نهائي 2001 زي ما لسه قايلين لحضراتكم. تشكيل الأهلي برضو وقتها كان عصام الحضري، أحمد السيد، عماد النحاس، وائل جمعة، إسام الشاطر، جيلبرتو، حسن مصطفى، محمد شوقي، محمد أبو تريكة، ومحمد بركات، عماد متعب، شارك كمان أسامة حسني كان بديل. الأهلي كمان قبل المباراة دي كان بيرغب في تحقيق رقم قياسي خاص به بعد ما وصل قبل المباراة لعدد 49 لقاء بدون هزيمة. ده كان في 15 شهر فقط. احنا بنتكلم على مباريات يعني محفورة فعلا في وجدان وفي ذاكرة كل محبي وكل عشاق النادي الأهلي. ده بالنسبة لمباراة الذهاب اللي نهاوند حكت لحضراتكم عليها. فيما يتعلق بقى بمباراة الإياب أقيمت يوم 12 نوفمبر في ملعب الكلية الحربية بحضور 25,000 متفرج تقريبا. طبعا الفترة دي كانت مصر بتستعد لاستضافة أمم إفريقيا 2006 وكان استاد القاهرة وقتها مغلق للصيانة. فاز الأهلي في مباراة الإياب بثلاثية سجلها محمد أبو تريكة في الدقيقة 19 وأسامة حسني في الدقيقة 52 ومحمد بركات في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء. ابتدى الأهلي بتشكيل مكون من عصام الحضري لحراسة المرمى، عماد النحاس، أحمد السيد، وائل جمعة، جيلبرتو، محمد شوقي، حسن مصطفى، محمد بركات، محمد أبو تريكة، أسامة حسني، عماد متعب. والبدلاء كانوا محمد عبد الوهاب، إسلام الشاطر، حسام عاشور، وكمان أدار المباراة طاقم حكام من بوركينا فاسو. برضو من ضمن الحاجات اللي ما تتنسيش ان استخدمت إدارة النادي الأهلي مذيع للتحدث بثلاث لغات في ملعب الكلية الحربية وهي العربية والإنجليزية والفرنسية. وطبعا هذا الأمر كان بيعتبر غير مسبوق، ده بيحصل للمرة الأولى. وحقق الأهلي رقم قياسي بعدم الخسارة طيلة 52 مباراة وحصل النادي الأهلي على مليوني دولار كمكافأة. خلال البطولة دي سجل النادي الأهلي 23 هدف واستقبلت شباكه 5 أهداف وتصدر محمد بركات قائمة هدافي البطولة بسبعة أهداف يليه عماد متعب برصيد 6 أهداف. أنا من الناس وأكيد كلنا بنبقى مبسوطين كده وإحنا بنرجع وبنفتكر الأيام الجميلة والبطولات الجميلة واللعيبة الرائعة اللي كانت موجودة عندنا طبعاً. يعني محمد بركات كمان من اللعيبة اللي أنا بحبهم جدا، شادي محمد، كلهم كان ليهم برضو وزن كبير قوي في الملعب. يعني كنت بتتفرج صح بتتفرج على كورة وبتستمتع حقيقي. ف بصي الجماهير عامله ازاي يا نهاوند. بصي في يعني زمن جميل جدا كرويا ومرحله مضيئه جدا من تاريخ النادي الاهلي الحقيقه. ان شاء الله نتمنى عوده الجماهير لان يعني دي روح الكوره طبعا. دي روح الكوره لازم يكون في جماهير. ان شاء الله يكون في عوده قريبه يعني ونسعد اكيد كلنا بالماتشات اللي هتتلعب وكمان بالفوز لفريقنا وبافريقيا ان شاء الله.